اخواني اخواتي السلام عليكم. كما كتشوفوا معايا اليوم غادي نوريكم طريقه باش تزرعوا الزعتر. كاين بعض الاخوه اللي كيجيبوا الزعتر وكيديروه بشي طرق ما كينبتش ليهم او ما كيستقش ليهم او كينبت ما كيعطيش يعني بزاف الزريعه او ما شابه. الزعتر كما شفتوا جبنا هنا حفرنا هذه البلاصه اللي كنديروا فيها، درت فيها المجهود، درت فيها المشمش، درت فيها العنب، درت فيها بزاف الاعشاب في هذه المنطقه، هذه البلاصه عندي في الدار. جيبوا التراب اسود كما شفتوا، التراب كحل يكون في بعض البلايص في الجنان اللي كانت فيهم الفاخره وما شابه. كاين بعض انواع التراب الاسود هكاك ونوع تربه رمليه سوداء كتلقاو في الجرادينيت. كنحيدوا داك التراب القديم اللي كان عندي في هذا الحوض، حيدنا داك التراب القديم حيدناه، درنا تراب جديد. حيت داك التراب القديم شبعان يعني اعشاب وشبعان اعشاب ضاره، هاد التراب اللي حفرناه تحت الارض بعد ما حيدنا النباتات اللي فوق درناه بعد 5 سنتيم جبناه من تحت. هو تراب فيه مواد عضويه وفيه معادن اللي غادي تساعد هاد النبته هذه باش تنمو بسرعه وتعطي غله والزريعه اللي غادي نستغل فيها من هنا لقدام. كنجي ناخذ هذيك العشبه كنحيد ليها، نحيد لي هذاك الميكا اللي فيها، كنحفر ليها حفره اللي غادي تغرق فيها ونهود هاد التوت كامله ونغطيها بداك التراب الاسود ونسقيها ونخليها صافي. وغادي اذا كان عندك التراب ناقص شويه حيد لي هذاك جلد الميكا. الا عندك التراب ناقص شويه غادي تزيد شويه ديال السماد. الا كان التراب بحال هذا مزيان ما تحتاج كاع السماد. الا كان التراب عندك نقص زيد شويه السماد، لكن هذا غادي يكون احسن. هذاك التراب الاسود شفتوه فرق بينه وبين التراب الاحمر فممتاز. راه زرعت تماك المرود، زرعت يعني العنب، زرعت المشماش وكلهم نجحوا بهذا الطرق هذو. هذا كل شيء اخواني اخواتي، يعني بارطاجيو الفكره مع الاخوان باش محبي الزراعه من هواة الزراعه. كاين اخوان عندهم الزراعه فقط هي الهوايه، حنا واحد الجزء من الهوايات ديالنا هي الزراعه. الاعشاب زراعه شويه ماشي بزاف، ماشي بزاف هاوي، ولكن الاعشاب البريه هي باش كنتعاملوا بزاف مع الاعشاب البريه. هذا كل شيء اخواني اخواتي، والسلام عليكم. بارطاجيو الفيديو مع الاخوه، بارطاجيو وشجعوا بحال هذه الاعمال هذه.